النهارده بيمر 101 سنه على ميلاد الفنان الشعبي الكبير محمد طه، الشهير بصاحب ال 10,000 موال، واللي بيعتبر واحد من ابرز المطربين الشعبيين اللي جم من صعيد مصر وقدموا لنا تاريخ فني ورصيد غنائي كبير جدا يا جمال. صحيح يا شاذلي، الحقيقه محطات فنيه تاريخيه متميزه في حياه رائد المواويل الشعبيه محمد طه، نستعرضها مع حضراتكم دلوقتي مع المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي اللي موجود معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا استاذ محمد، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا استاذه جمانة، وصباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا فندم. يمكن واحنا يعني بنحتفل النهارده بذكرى الذكرى 101 لميلاد الفنان محمد طه، لو حضرتك حابب تعرف محمد طه للجيل الجديد هتحكي عنه ايه؟ المسيره اللي هتحكيها لجيل جديد واحنا بنحتفل النهارده 101 سنه؟ ده يعني قرن من الزمان. طبعا محمد طه مطرب استثنائي او فنان استثنائي بكل ما تعنيه هذه الكلمه. استثنائي في صوته، في ادائه، في ارتجاله، يعني لما نيجي نشوف جميع الفنانين على مستوى العالم ما فيش فنان قدر يقدم فن ارتجال بالشكل ده طوال حياته الفنيه، سواء في الكلمات او في اللحن، وكان عنده سرعه بديهه لا يتفوق عليه احد. صحيح. في سرعه البديهه وسرعه ارتجاله ده خلاه يعمل اكثر من 10,000 موال، يعني في حاجه ما حصلتش قبل كده في تاريخ المغنى كله يعني. صحيح. استاذ محمد، وانت بتتكلم عن الارتجال، ايه اللي بيتطلبه فن الارتجال؟ ايه اللي المفروض يكون موجود في الفنان عشان يقدر يرتجل؟ سرعه البديهه طبعا، والاحساس العالي، الى جانب ان هو كان من كتر ما هو عاشر أو لاصق جميع الفئات المجتمع البسيطة، قدر يفهم كل واحد بيفكر في إيه. يعني لو طلبة هيعرف يتكلم مع الطلبة إزاي، لو عمال هيعرف يتكلم مع العمال إزاي. ده احتكاكه المباشر بكل شرائح المجتمع خلت سرعة البديهة عنده، والفطرة والذكاء كل ده نما عنده سرعة البديهة. أعتقد إنه لازم يكون كمان مثقف يا أستاذ محمد عشان يكون عنده مفردات. بالضبط، ثقافته هو طبعا ما كانش لا يجيد القراءة والكتابة، لكن ثقافته من الناس، وده اللي خلاه فعلا يعني مجرد ان يعرف اسمك ايه فعلى طول ممكن يعمل موال ويلحنه هو على المسرح. فما كانش عنده مشكلة او غضاضة في الموضوع ده نهائيا. طيب استاذ محمد، واحنا بنتكلم عن رصيد كبير 10,000 موال، هل كانت المواويل مواويل مختلفه؟ يعني 10,000 موال مختلف، ولا خلينا نقول النسخ مختلفه من المواويل ذاتها؟ يعني في مواويل مكرره لكن بنسخ مختلفه بما انه كان بيرتجل. 10,000 موال واكثر كلهم رصد فيه ووثق فيه جزء كبير جدا من تاريخ مصر، من شكل مصر في القرن الماضي. كان بيتكلم عن مشاكل اجتماعية، كان بيتكلم عن الفئات المجتمع المختلفة، كان بيرصد كمان سير ذاتية وملاحم شعبية موجودة في تاريخنا وفي تراثنا. ما سابش حاجة ما اتكلمش فيها الفنان محمد طه في مواويله. أي صغيرة وكبيرة في حياتنا كان بيتكلم فيها بطريقة أو بأخرى، حتى انه في الافلام بيستعان في السينما المصريه. طبعا صحيح، لما كانت بتستعين في السينما المصريه كانوا بس مجرد ان يعرف المشهد عباره عن ايه، وكان يشرب قهوته ويفضل قاعد كده لغايه ما يدخل عليه يقولوا جاهزين، يبدا هو مع نفسه الارتجال. واللي حصل في فيلم السفير عزيزه مع سعاد حسني وشكري سرحان، وهو كان المشهد كان بيقدمه للفنان الكبير عادل كاسب، وهو كان المفروض ان هو خارج من السجن وعارف ان هو جزار في الفيلم، فعلى طول سرعه البديهه قال له طالع من السجن وزنك زايد رطلين وزياده، دي من نفسه، وهو عارف كويس جدا ان سياق العمل الدرامي وشخصيه الفنان في الفيلم، يعني كان انسان ذكي بيعرف يوظف ذكائه الفطري في الارتجال وفنه. حتى رصيد الافلام كمان اللي شارك فيها مش بسيط، يعني حوالي 40 فيلم. بالضبط، وكان كل هذه الاعمال الفنيه كلها اعمال يعني ليها يعني الفيلم نفسه لما كان بيتعرف ان في محمد طه، صوره الافيش نفسه كان بتتصدر صوره الافيش محمد طه واسمه مع الفنانين نجوم الفيلم، لمجرد انه معروف ان لو اسم محمد طه في الفيلم هيجذب الجمهور، مع انه هيظهر في مشهد يغني فيه في فرح او في كده، لكن مع ذلك اسم محمد طه كان اسم بيبيع على افيشات الافلام برغم انه ما قامش ببطولات افلام.
عظيم. ازاي بدأ رحلته حتى وصل للعالمية في النهاية؟ راجل جه من الصعيد للقاهرة، كان جاي يشتغل في مصنع للنسيج، وبعد كده خد المنحة اللي المفروض يكون موجود فيه لحد ما وصل للعالمية. هو فعلا شغله في مصنع الغزل والنسيج، هو طبعا زي ما حضرتك عارف استاذ محمد، هو كان راجل بيحب الفن، الفن كان في دمه. فلما كان بيقف مع العمال في مصنع الغزل والنسيج، كان بيغني لهم في الاستراحه، كان بيغني باسمائهم، بدا حبه بحبه، صوته طبعا صوته كان بيشجعهم بقى جميل. فزاد الانتاج، زاد الانتاج طبعا، وخاصه لما نزل القاهره وبدا يغني، فاكتشفوا الاذاعي الكبير الاستاذ طاهر ابو زيد هو بيغني في احدى مقاهي الحسين، وقال له تعالى الاذاعه وهنقدمك في تعمل وصلات في الاذاعه بصوتك. وبالفعل الا لكن انا بشوف ان نقطه البدايه الحقيقيه لما قدمه الاذاعي العظيم الاستاذ جلال معوض في حفلات ثوره يوليو امام الزعيم جمال عبد الناصر، كان بيغني وسط كوكبه كبيره من المع نجوم الغناء، نجاة وفايزة أحمد وصباح وعبد المطلب كمان. يعني تخيل حضرتك لما يبقى كل المجموعة دي، وكان لسه أول مرة يعني ما كانش بيواجه الجمهور في حفل عام، أول مرة يواجه الجمهور في حفل عام كان أمام الزعيم جمال عبد الناصر ومجلس قيادة الثورة في احتفالات ثورة يوليو 52. فده خلاه يعني حتى إن طبعا كان الارتجال طبعا مناسب للثوره ولمبادئ الثوره، وكانت ارتجالات او مواويل وطنيه تخص المناسبه اللي وقت بيغني فيها. طيب استاذ محمد، يمكن من التساؤلات برضو اللي موجوده عن الفنان محمد طه انه كان بيبكي كل ما يغني مواويله. هو كان في بعض المواويل اللي كانت بتحبها والدته. لما والدته كانت توفت، لما كان بيغنيها كان يعني كان الجمهور بيشوف بكاؤه، حتى ان كانت دموعه بتنهمر وهو بيغني، يعني لا يوقف الغناء، وكان بيبدع اكثر ودموعه منهمره على اكثر من موال كانت والدته، كان اخذهم بايحاء من والدته لانها هي اللي اكثر واحده امنت بيه ووقفت معاه في ظل ظروف قاسيه هو عاشها في بدايه حياته. عظيم. استاذ محمد، ليه دخل موسوعه جينيس؟ 10,000 موال عشان العدد يعني. ارتجال سواء كان غناء ولحن وتأليف، وده ما بيحصلش. ده 10,000 موال يا استاذ محمد، ده المعروف في الاذاعه وفي المسجل في الحاجات، انما في اكتر من كده كمان غير موثق. يعني التراث محمد طه للاسف الشديد اكتر يعني مش موثق، هو لو وثق هيبقى، لو تم توثيق تراثه يزيد كمان اكتر من كده بكتير كمان. أستاذ محمد، يعني خلال تواجد الفنان محمد طه على الساحة الفنية كان الحقيقة يمكن بيتم توصيفه حتى من خلال الصحافة كتير جدا، عايز أعرف من حضرتك إزاي كان بيتم وصف الفنان محمد طه وقتها؟ طبعا هو وصف الفنان محمد طه اتوصف كتير جدا بأنه أسطورة الموال وفن وإمبراطور الموال، حتى إن الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جليل البنداري وصفه ايه براندو الموال الشعبي، لانه فوجئ انه كان في لبنان، وفوجئ جليل البنداري من نافذه الغرفه بتاعته في الاوتيل بتاعه لقى جماهير كثيره من لبنان، لبنانيين واقفين محمد طه، وبدل ما يمضي لهم على اوتوجرافات ولا على اهداءات، كان بيعرف اسم كل معجب ويديله موال. فجاء طرع انتباه جليل البنداري هذا الكاتب الصحفي والناقد الصحفي الكبير، وكتب مقالات كبيره جدا في قيمه وقدر هذا الفنان الاستثنائي. نقدر نقول انه كان صاحب مدرسه خاصه في فن الموالي استاذ محمد. طبعا هو كان صاحب مدرسه خاصه، وانا عايز اقول حاجه مهمه جدا كمان من خلالك يا استاذ محمد، ان وصل لعميد الادب العربي الدكتور طه حسين. في مره الدكتور في احد المرات لما كان موجود عميد الادب العربي دكتور طه حسين في احدى الحفلات، ونزل يسلم عليه احدى الحفلات الوطنيه طبعا، وكان موجود دكتور طه حسين، ونزل يسلم عليه المطرب الكبير محمد طه، فقال له ايه شهاداتك؟ يعني قال له انا معيش الا شهاده الميلاد وشهاده الخدمه العسكريه. فتلاقي دكتور طه حسين عميد الادب العربي يقول له انت معاك شهاده ربانيه. الله، يعني شوف هذه المقولة
جعلت منه يعني ده كان اكبر وسام يحصل عليه الموهبه. طبعا الادب العربي الموهبه فرضت نفسها طبعا لا جدال، لان احنا لغايه دلوقتي بنسمع كفايه لما نسمع استاذ محمد يعني خليك فاكر مصر جميله. شوف حضرتك قد ايه بيقولها بمنتهى العفويه بمنتهى الجمال من غير يعني من غير اي مبالغات احساس كمان احساس واصل طبعا. طبعا من غير اي تكلف حتى، وحتى الان يعني نحن بنسمعها وتاريخ بنتكلم بعد مرور قرن من الزمان انه يكون في فن عايش حتى الان، ده معنى هو بيتكلم عن نفسه فن حقيقي موجود يا فندم. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر المؤرخ الفني الاستاذ محمد شوقي، بنشكرك يا فندم على وجودك معانا.